السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا نعتذر فقط بس عن هذه التعديل السحابي. هذه الفيديوهات المكررة هي عبارة عن الربح من الباونتي وقد توقفت، لا أحد يستثمر فيها أو يفتحها. معنا بالنسبة للاستثمار هذا الموقع الذي كنت شرحته، ثبات السحب الأفضل هو موقع البيت الذي يسحب أوتوماتيكيا. وهنا لدينا أربعة أو أفضل أربعة مشاريع للاستثمار، أفضل أربعة مواقع المشاريع الاستثمار. هذه الفيديوهات أو المواقع الذي أقوم أنا بالاستثمار فيها. إثبات السحب الخاص بهذا الموقع هنا لدي بالبرفكت ماني، بيصلنا يوميا. ننتقل لبداية لأول شيء وهو إثبات السحب. إثبات السحب هذا أمامكم هنا، لا أعمل عملية سحب وإنما الموقع يسحب مباشرة إلى جهازك. تمام، يسحب مباشرة كل يوم أرباحك مباشرة. هنا كما استثمرت $5 لمدة 21 يوم مع استرجاع رأس المال سترجع $8. كل يوم بيسحب لك تقريبا 23 سنت، هذا بالنسبة لـ5 دولار. يبدأ الموقع من $2. بإمكانكم التجربة بـ2 دولار أو $5 أو $10. أنا استخدمت هذه الخطة الأولى. كل ما عليك بس الضغط على هنا اختيار الخطة الأولى، هنا تحديد المبلغ، تحديد وسيلة الدفع، البرفكت ماني $2 أو نفس هذا الموجود 1.9 أو $5. تمام، هو لن يصلك، هذا يصلك يوميا 23 دفعة، 23 دفعة بتطلع 4.5. وهنا أقول لك أنها ستوصل $12، لنرى كم ستوصل. هنا تقوم بإدخال الإيميل الخاص بك، وهنا تدخل المحفظة الخاص بك، ثم تقوم بالاستثمار. تمام، مثلا بهذا الشكل، ثم تقوم بالاستثمار. هنا الإيميل الخاص بحسابك هنا، ثم الاستثمار مباشرة. إذا أردت التسجيل عشان الإحالة تقوم من هنا من عند الرفلة، تسجل اسمك كمستخدم، وهنا الإيميل الخاص بك، وهنا البرفكت ماني الخاص بك، ثم سجن أب. هذا كل ما في هذا الموقع. بصراحة الموقع ممتاز وسهل وسريع الأرباح. هذه هي الخطة الأولى اللي هي من 3%، هناك الخطة الثانية 2%، وهناك الخطة هنا 1%، وهنا خطة 20%، 15%، 10%، اللي هن بهذا الشكل هنا. كل خطة لها ربحها، كل خطة لها ربحها. هذا تبدأ من 250، هذه تبدأ من $150. تمام، ولكن ربحها هذا 4% يوميا 11 مرة. إضافة إلى ربع المواقع هذه السابقة لا تنسوها إذا أردتم الشراكة في الاستثمار الحقيقي. والسلام عليكم ورحمة الله.